اهلا وسهلا بكم في قناة مولة للكيتو واللو كارب والاكل الصحي. يلا نشوفوا المقادير وتحضير غريبة او كوكيز طحينة. شوفوا مقادير وطريقة تحضير غريبة الطحينة، كوكيز الطحينة. فنحط على طول، نقول المقادير نحط على طول. عندي نص كوب طحينة، طبعا طحينة السمسم او الجلجلان، نص كوب نحطها عليها، نص كوب سكر بودر اي محلى كيتوني تحبوه، نص كوب. نحط المقادير كلها على بعضها. عندي نص كوب واي بروتين، هو اللي بيمسك لي الكوكيز او غريبة الطحينة، نص كوب، لان ما بيش نحط اروروت. في هالبناس يقولوا اروروت ما مش موجود عندنا، فحتى الوي بروتين اللي ما غير نكهة اللي صالح للكيتو حتى هو نص كوب. انا حطيت نص كله، نص نص كوب الواز مخلطة، الالواز اللي تحبوها، نص كوب. عندي حتى اللي يساعد انه يخلي الكوكيز او الغلي غريبة الطحينة مرتفع، لان كلها دهون الصمغ العربي بودر، الصمغ العربي. نحط ملعقة اكل، ملعقة اكل صمغ عربي. انا مع تجربتي معها حسيتها يمسك العجينة ويخليها مرتفعة. عندي بيكنج باودر، او على فكرة معهم رشة ملح، عليهم رشة ملح. هذه المقادير خلطها مع بعضها، نخلط المقادير كلها تتداخل مع بعضها. في هذه الأثناء عندي زيت زيتون، نحط ملعقتين أكل زيت زيتون، زيت زيتون، ونخلط المقادير. تنشوف شن هي المكون اللي بيساعدني يمسك الغريبة والكوكي. عندي مقدار من دقيق اللوز، طبعا نحط بشوية شوية ونشوفها، لازم يكون قوامها غليظ متماسك هلبة. نحط بشوية شوية، وكل ما نلقاها جافة نزيد زيت الزيتون. نحط ملعقتين ونعجن. شوفنا تماسكت العجينة، تماسكت رغم أقل من قريب كشيكين ولا ثلاثة ملاعق دقيق اللوز، يعني بتسكت، يعني ما احتاجتش واجد دقيق اللوز. بس نشوف القوام هذه زي طلعت لي زي الغريبة، هي رطبة شوية، نزيد شوية باش نضمن انها ما تنفتحش في الفرن. نزيد شوية دقيق لوز، نعجنها. يعني توا قوامها غليظ بعدت. قاعد غلط، هذا هو قوامها اللي نبوه. يلا نشوف كيف نحضروها وكيف نحطها في الصاج وكيف نحطوها في الفرن. عجينة الكوكي جاهزة، نبي نشكلها كور صغيرة بالشكل هذا، نشكلهم خليهم يتبعد عليه بعضهم، نشكلها نخليها كور صغيرة. الحجم اللي تحبوه يعني، ونحطها هيك. كملنا مقدار الغريبة والكوكيز، اعطتني 17 حبة، واحدة صغيرة نحطها على درجة 180 وردبالنا منها، ما تاخدش ربع ساعة، فردبالنا منها 10 دقايق وربع ساعة، كل واحد وحسب الفرن بتاعها. الكوكيز طلعناه خليته ربع ساعة،
هذه تشققت غريبة السمسم كيف صارت الشقوقات، لكن القوام قاعد مازال عالي. نبي نخليها تبرد، لك قبل ما نخليها تبرد نرش عليها شوية قرفة. رشينا عليها قرفة ونخلوها خلينا الغريبة والكوكيز الطحينة بردت مش حتى نقدر نمسكها. صراحة طلعت روعة، أنا ما توقعتش إنها حتتشقق، أنا قلت حتطلع لي عادي، لكن سبحان الله تشققت. هذه من تحت قوامها عالي، القوام مازال عالي بتاعها، لأن هذا اللي يساعدها الصمغ العربي، هذا هو قوام الغريبة، غريبة الطحينة ماسكة نفسها. حطوها في طبق التقديم وتقرمش هشة من جوا وتقرمش، رغم انها بالطحينة وزيت الزيتون لكن ما فيش ريحة لا طحينة ولا ريحة زيت الزيتون. هذه هي الغريبة تقرمش وهشة بيضة من جوا وصحة وهنا مع غريبة الطحينة.